الطريق واحنا راجعين. في كمان لصيد العينات عايز اشوفها. دكتور محتاج قد ايه عشان تخلص؟ انا مش دكتور، انا بقول لك كده. اسف يا ملازم الدرايف، هنفضل احنا. مش مصدق، كنت خلاص. موضوع بالطريقة دي حقير، على الأقل ما تقتلتش من النسوخ. لو عشت أسابيع أكتر كنت هتتحول لنسخ زيهم، ده شيء أكيد. عايزي مني، ابعد عني. أنا بس عايز نتكلم. بروتوكول نيرو 2-7 بيقول بوضوح في وسط العمليات الموجودة في مناطق العزل، لو قابلت مدنيين أو مدنيين ما تتواصلش جسديا معاهم. فعلا، بس ده زي ما تقول كده كأنه تواصل. أيوة كان كده. أنت عايش؟ أيوة أنا عايش. إزاي أنت عايش يا أوبراين؟ أنا مش فاهم. ماشي، أنت كنت هناك ليلتها في حفلة الوداع، الطيارات كلها اتحرقت في معسكر الرياضيين. الليلة اللي بعدها الكل مات، اتذبحوا واتكسرت ضلوعهم ضلع ضلع. اسمع، انا هاخد اللي انا عايزه منك بمزاجك او غصب عنك. بمزاجك يبقى هنتكلم وتقول المعلومات اللي انا عايزها، وبعدها تكمل شغلك في اكتشاف المسوخ او ايا كان القرف اللي بتعمله. اما غصب عنك هقطع بدلة الفضاء بتاعتك دي، وهنشوف رأي اصحابك اللي هناك في الهواء الملوث، وساعتها خلي المعلومات تنفعك. هتختار ايه يا اوبراين؟ أيوة ماشي ماشي. طب أنت فاكر سطح مصنع المشروبات لما ركبت ست طيارتك وكانت مصابة؟ افتكرت، جرح سكين، كانت مجروحة وجرحها كان كبير. أنا رحت معسكر اللاجئين اللي أنت قلت هتاخدها معاك لهناك، والكل مات. فهسألك تاني، أنت نجيت إزاي؟ ما رحناش هناك، اتجهنا لمعسكر تاني في الجنوب، وزي ما قلت لك المعسكر اتهاجم في بلناب، فأجبرنا ننزل للمعسكر الجنوبي برا سيلفر ليك. في ناس لسه عايشه؟ تقصد دلوقتي؟ معرفش، انا اتنقلت لوحده البحث. طب هي اللي استنى انا ممكن اعرف، ممكن اتاكد. الجهاز اللاسلكي بتاعنا كده، ما اقدرش اوعدك بس
أنا هدور. آه هروح معاك. لا يلا. لا ينفعش أرجوك، أنت ما تعرفش حاجة هيقتلوك. مش قبل ما أقتلك. تمام، لو هتقتلني أعمل كده، اتفقنا؟ أنا قمت بوعدي. الست دي مراتك؟ زودتها بأكسجين ومحلول وريدي، خليتها عايشة وحصل لي مشاكل بسببها، كانت ضعيفة وما تستحملش، دخلتها الوحدة العلاجية وأنقذت حياتها. أوبراين، تخرير. أنا لازم أمشي، أرجوك لازم تخرج من هنا، أنت ما تعرفش الناس دي، ما تعرفش إيه اللي ممكن يعملوه. لو ما جبتليش أي أخبار أنا معرفش ده هياخد قد إيه، بس أنا هاجي وراك وهعمل أكتر من إني أدغدغ دماغك مليار حتة. أنا آسف على موضوع مراتك، لكن مش أنت بس اللي خسرت حد في الليلة دي. أوبراين عايش ازاي؟ بس عايش، بيقول حط لها اكسجين محلول عارف يخليها عايشه. كانت هتموت بالعدوى بس هو اخدها لوحده مفيش علاج، انقذ حياتها. هو قال انه انقذ حياتها. يمكن لسه يمكن. لا 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 لا، بس أوبراين لسه عايش. لو عايش يبقى يمكن. لازم نبص على الأرض. طيب دلوقتي لازم نقطعه، ممكن نبيع ده. أنهي طريق؟ طب تعالي دلوقتي. غزالة، ماشي أخيرا. لحمة طازة، ده يقضي الغرض. طيب لازم أرجع دي البوزر. بوزمان، من كام يوم كنت سألتك لو فاكر الحقير من نيرو اللي اسمه أوبراين. أيوة يا ديك، حاسس تقريبا مشوش. تمام، طيب بريح لك شوية يا بوزمان وأنا هبقول لك بعدين. هنمشي من هنا إمتى يا ديك؟ قريب يا بوزر، قريب جدا. بص، بمجرد إنه يخف دراعك هنخرج من هنا بسرعة. أوبراين، أنت هناك؟ أوبراين، أنت يا حقير الأحسن أنك تبعت لي، أنت سمعني يا أوبراين؟ عارف أنك على القناة دي يا حقير. طيب أحسن لك ترجع وإلا هفضل وراك، أنت فاهم؟ ده قرف. يلا يا أوبراين ارجع لي. سامعني، انت راقبت الطياره؟ هو كان نفس الشخص اللي شفناه على سطح ليلتها؟ ايوه كان هو. وافتكرنا ساره، ايه اللي حصل؟ مش عارف، غيروا طريقهم للجنوب، هو افتكرها بس ما يعرفش ايه اللي حصل لها. انت استنى، انت شايف انها لسه عايشه؟ ايه؟ لا اقصد، لا بص، انا مش غبي يا بوزر، انا بس عايز اعرف اللي حصل. يا استاذ، اخيرا مش عارف.
مش محتاج اي سلام. مش ممكن يا مؤثر، انا لازم امشي. ليك نحول. أقدر أستعمل ده. أهلا بيك. هاي بوزر. الجو هيبرد بالليل. هاي بوزمان، جبت شوية لحمة بيتهيالي هتكفينا شوية. يديك شكرا يا صاحبي. أنا مش جعان دلوقتي، هملحها بعد شويه.